ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس والتحق بينا ضيفنا في ساعتنا الاولى اليوم اللاعب الدولي السابق سهيل البراذي. سهيل اهلا بك. مرحبا مسيكم بالخير ناس كل مستمعي اكسبريس اف ام ومرحبا بالولاد اللي معنا في بلاتو. شنو حوايجك شنو الامور؟ يا ربي يرضاك. الحمد لله. ان شاء الله شرف ذيل ان شاء الله ديما ربي بقي ستره الحمد لله. شنو عامل فيك رمضان؟ لا ما يتعبنيش رمضان. بالحق. حتى قبل كنا نكوروا بون كي تجم صايم كي ساعات يجي كونترينير بدابوزه ما باش تفطر. فما شكون فرض عليك؟ لا لا مي ساعات تسمع ديزيستوار ما نهار الماتش مثلا وحدك اون طونك بروفيسيونيل ممكن في لي جون تتعدى اما من بعد في النيفو سينيور ديجا انت كي تعاد ترينا جمعه كامله معناتها ديزيدراتي واحد تعرف اللي سي كونتر انديكي معناتها. بعد نهار الماتش اوبليجي الواحد بصراحه معناتها سورتو كومبيتيسيون كبيره ولا ماتش اللي تريز امبورتون خاطر تنجم تاكل وتقيس لازمك تفطر سورتو على ليدراتاسيون على الماء. فهم لاعبين اللي يكبشوا باش يصوم صحيح ولكن راهو انا من بعد فورس من لي بليسيور اللي جاوني ما فماش رمضان براتيكمون بعد جمعتين ثلاثه ما تزربش فيه بليسيور مسكولير سي دو اللي انا ديجا عندي معناتها ديزيكيليبر مسكولير وفما فازات اللي لازمني لي فيبر كور الكاليتي دو فيبر يعني لازمني ايدراتي اكثر من العباد لي مساج لي سوان اكثر من العباد كي باش نزيد انا ما نصوم باش نزور روحي دونك نولي ناخذ حذري شويه وربي يغفر ويسامح يعرف ربي اللي في القلب وفي النية. تعاون كيفاش تعدي النهار اليوم؟ والله انا تعاون شويه في الدار انت عروس جديد ظهر لي ولا ما عادش جديد تنجم تقول تنجم تقول عام عندك هكا ليه عاد أقل. وين عديت المده الاولى 9 سنين نتاع تو عندي 4 شهور مازلت عروس جديد مازلت في شهر العسل نورمالمون تعاون المرات وجه السوق على الاقل تو لا مش وجه السوق انا فيت سلام مغروم برشا بالكوجين تنجم تسال امي تنجم تسال اخواتي تنجم تسال ما شفت التصوير هذا في فيسبوك طيب ولا حاجه برشا اما نهبلك كوجين بالحق شنو اكثر حاجه تقدها كل شيء من العربي للسوري للبنزرتي اوزر عشت الحمد لله بنزرتي شنو بنزرتي عندنا مقرونه بنزرتيه عندنا رش تنجره شنو مقرونه ما مقرونه مقرونه شنو المقرونه اللي تتعمل عربي تعجن تتعمل في الدار بالضبط هاي تعرف اي منال تعرف انت مال معلوماتك في الكوجينه محدوده شويه لا جمله انا نكتفي بغسيل المعون عاد هذي عاد نتاع جينيراليت هذي غسيل المعون يخدم في خدمه نظيفه باهي شتعمل اليوم بخلاف التحليل سهيل نشوفوك ساعات في قناه التاسعه كي عيط ولي نمشي بطبيعه واحد باش يمشي باش يعطي اضافه ولا باش زاد يكون موجود على الساحه الرياضيه من اللي تخرجت من اللي نابس انا وكملت قرايتي معناتها وقفت كاريري بلوتو زاد في العمر هذاك خاطر كملت قرايتي وخاطر ما غير تعطي حقدر ظهر لي الكوره اللي ورا الثوره ماهيش كوره اللي قبل الثوره هذا يسير مما لا شك فيه ناكده لك انا كيفاش شنو المسؤولين اللي ابدا بالمسؤولين اللي تداولوا قبل كي نراو الكاليتي نتاع المسؤولين تقبل والقيمه حتى الهيبه حتى من القدر حتى وحتى من معرفتهم بالكوره وكواليس الكوره تلقاه تدرج مسؤول في عده اصناف ولا كان فيس بريزيدون لمده طويله باش يدخل بريزيدون باش الناس اليوم هاوكم باراشوتي اللي يعملوا في السياسه هذوما ما خلاو شيء لا خلاو لا كوره لا خلاو بلاد لا خلاو حكينا اخر مره قلت لي كنت في الامارات عندها علاقه بالرياضه ولا لا ما هو بطبيعة عندها علاقة أنا أولا ساعة حضرت خليني نقولوا البلون دابري كارير تاعي تخرجت من لينابس فما دي فورماسيون جدد نحب نعملهم في خلينا نقولوا في الميديا غاديك فما باش تنجم تطلع ستوندينغ بالي أخرى أنا إن شاء الله السنة باش نعمل انسكريبسيون في الماستر تاعي خاطر مؤخرت شوية وتعديت بعامين ثلاثة صعاب ما لقيتش الوقت أما لازمني الماستر دي بريباراسيون مغروم بالقراية الحمد لله من الصغرى قراي معناتها كيفاش تنجم توفق بين القرايه والكرة؟ صعيبه برشا خاصة تلعب في المستوى العالي معناها اسبيرونس ليتوال سي ا بي كونت اون فو اون بو اللي يحب يخلط سيتي ترو ديفيسيل عملت باك تكنيك انا ما كانتش باك اللي ليتيرير ولا معناتها تعرف ما كنتش حاط في مخي باش نمشي لينابس يعني باش نعمل انجينيورا ولا هذا شنو مخي قبل
ولا بتاتر ميديسين حتى كان ما مشيتش سيونس، اما هكاك مخي حاجه اللي بعد كي نجحت في الباك وعندي عامين سينيور وقتها طلعت من سانكيم اني سيكوندير سينيور دونك سيزيام اني وباك وقت لورونتاسيون صعب برشا نقرا في لي زيتود نكوفري فيهم السالير نتاعي تاع 300 دينار وقتها كلها تبدات ماشي. ما زلت مستشار مع الجامعه ولا؟ لا كملنا خاطر وقفنا خاطر ما فماش ديروا الموند ترافاي الكورونا شامبيونا دي جون واقفه تو دونك معناتها سي بوغ سا كيما نقولوا ليموجي يعني مرتاحين حتى يجي نوفيل اوردر، اما توا فوكاليزي ان شاء الله باش جيت لهنا خاطر شامبيونا دي جون واقفه في الامارات. تعرف اللي المدام غادي نحييها مدام ساندرا سلام عليك حبيبي، دونك رجلت اموري وضحت اموري قامتي كذا باش تقعد غادي قاعه شامبيونا دي جون واقفه. فما دي بروجي لهنا كجيت زاد على بروجي ان شاء الله بيانتو تراني انيماتور في تي في في ايميسيون هكا سبور ديفيرتيسمون شويه زميل. لا مش زميل والله، جات فرصه و جات فرصة ما بصراحة ما نحبش ما أما جات فرصة نتاع وعندي أنا عندي حتى معناتها أنا أمبيسيو التجارب الكل معناتها الحمد لله راه بعد ما كملت خليني نقول لك القراية والكورة راني قريت بلونجي عملت بلونجي بروفوند كورايور في البيش في نعرف شي لي دومين اللي اي حاجه نراها نحب نتعلم. باش تعمل برنامج معناها هكا سبور ولا شنو؟ فما برنامج ان شاء الله باش يكون على نجم سلمي على قناه تونسنا ان شاء الله برنامج كونسيبت حلو برشا. اعطينا لمحه شويه كيفاش شنو؟ باش يكون تلعبت قبل مثلا كيما فازت التذكره الاخيره ولا كيفاش جوز دو بارتيسيبون. البرنامج هذا باش يكون فيه كل مره دو بيرسون سيليبر، مرة زوز فنانين، مرة زوز كورجي قدم، مرة زوز ممثلين، مرة باش يكون معاهم دو زانيماتريس بالميكرو تروتوار، باش يكونوا يختاروا مثلا ان بارتيسيبون من عامة الشعب، مال هنا بارتيسيبونت ولا مرة مرأة. وأنت شنو؟ أنا في الوسط انيماتور دو باز. مش سبور معناها؟ سبور ديفيرتيسمون، خاطر باش نعملوا دي تشالنج في التيران، هو شنو هو الكونسيبت تاع الجو؟ باش نختاروا دو بارتيسيبون. كل بارتيسيبون عنده معاه ان ستار ولا اون بيرسون اون ستار ولا بيرسوناج سيليبر باه يلعبوا هذوكم يفورم اون ايكيب، ليكيب هذيك كونتر ليكيب الاخرى معاهم انيماتريس منا وانيماتريس منا، شنو وصلوا للتيران عندنا ان شاء الله باش يكون في الفايف ستار كلوب معناتها خاطر ما نجموش ندوروا في الولايه كنا باش ندوروا ولايه تونس كلها. هذا اشهر ولد هذا وقتاش تبداو؟ ان شاء الله الاثنين بحول الله نعملوا ليبيزود زيرو، شكون معنا زاد فما دي سبونسور تونس بيت فما باش تكون معناتها ان شاء الله حاجه اللي فيها السبور فيها التشالنج فيها الربح فيها برشا جو ضحك ولعب وزاد فيها اوفيسيال ان شاء الله تشد البث ان شاء الله ان شاء الله كان حب ربي احنا خذينا الدوزيام كان زين تاع رمضان ان شاء الله او بلو تار كان وخرنا نعملوا 10 ايبيزود خاطر عندنا 38 ايبيزود باش نعملوا 10 ايبيزود ولا 15 كان خلطنا في رمضان بعد رمضان البقيه هما 38 ايبيزود كل جمعه حلقه باش تتعدى جوسكا بريسك خلينا نقولوا في اخر الصيف عندنا زاد كرهبه للربح اللي باش تكون دونك الحاجه اللي مهمه جدا وانه زاد باش يكون فيها بار سوسيال فما تعرف رمضان وجاي عيد وحاله صعيبه كيما راه في حنا بال مشكوره حنا بال بصراحه على العمل اللي تقوم به سورتو حنان شكراني اي سورتو نوجه تحيه للختي فرجاني حنا بال عاد مش حنان شكراني مو فمك الحكايه القفه اللي اي هلا الذوادي ومريم بن عمو اوكي اوكي نحييهم انا سؤال ليكيب الكل خاطر الشيء اللي يعملوا فيه والميساج اللي جانا نتاع المراه هذيك ختي فرجانيه اللي عملته راهو ايموفون وراهو يوري اللي مازال تونس مازالت بلاد الخير ومازال الخير في الدنيا. باهي سكوب خويا تتولنا باهي خلينا نبداو نحكيو شويه على مسيرتك في الكوره، احكي لنا كيفاش بديت اول نهار خممت فيه تهز الساك نتاعك تمشي تعمل تيست في السي بي ولا ما نعرفش كيفاش كان بالضبط. باهي انا اون فيت وقتها نقرا تروازيام اني بريمير. كنت العام اللي قبل نترينا في خلط ترينيت ثلاثة ولا أربع شهور باسكيت في سيمونتوري سمعت خاطر كانوا ولاد كلاسي كل في باباسات ليكول دي سور احنا كل فرونسيز كانوا كلهم يلعبوا باسكيت براتيكمون وانا نعرف روحي معناتها كوارجي يعني نموت على الكوره من الصغرى ملي نرقد بالكوره نشريها في العيد نرقد بها نقوم بها يعني كلي ظاهر معناتها شور دوي بابا صورني برشا تصور صغار نلقف حتى في البيستوف في اليوتيوب موجود
جي حميد رمضان نلعب وقت اولاد الحومه الكبار يلعبوا حال رمضان. يلعبوا كالتكويره كاللي نار كاللي معناتها كسر وكول تعرف تكوير وكبار هما كلهم يزيدوا علي 10 12 سنه انا جافي 9 وقتها الوحيد اللي نلعب معه. ونماركي وماركيت 4 ولا 5 بونت وقلعت الترح وكيكه نتقذف. شافك حمايد رمضان؟ حمايد ولد حومتي. قال لي اش تعمل سهيلي؟ قال لي بالله هما ديما ولاد حومتي مستقبل الكوره مستقبل السيابي مستقبل تونس نسمعها الكلمه هذه في الصغر فهمني. قال لي علاش ما تجيش راه غدوه راه فما دي تيست وكل شيء. قلت له والله راني نلعب باسكيت. قال لي ليه؟ وقال لي ما عندك. قال لي راهو اليوم شو مازال وقتها لا بروفيسيوناليزم لا ما فهم شيء يعني راهو بروفيسيوناليزم بدا 96 97 وقتها انا ميني ولا يعني وقت قريب تعدى كادي يعني ميني. دونك قال لي جمشيت تيست كايو هالناس عدينا وقتها نحييه برشا سي حمادي الجواني سي زهير ستار عديت يعني عمري كل وقتها في التسكسيكة الأولى قالوا لي برا امشي مع الجروب هذاك اللي ترينيو في التيران الباسكيت اللي كان ورا البصيري هذاك الصغير هذاك فهم المينيم وقتها يعني من الأول تقبلت يعني قالوا برا فازي وأنا جيت قبلت استيت إيكول صغير تقبلت أما ما قعدتش مشيت ما فماش كومبيتيسيون فهمت مشيت للباسكيت ما فهمت. كنا نحكيو قبلك في الأوف ما كنتش مدافع على اليمين. اي كنت نلعب اتاكون ريجيسور علاش للاولمبيك مع خميس العبيدي ليكيب اولمبيك 2005 اللي نحضروا في الميريا وقتها نلعب ريجيسور نلعب دومي كولوار ما كانش مقتنع جمله خميس العبيدي دايور كي مشيت كي كان عندي اللوفر بين ليسبيرونس والاتوال وقتها الاج دو 19 باش نخرج وقت قال لي امشي قال لي ماذا بيه ننصحك امشي للاتوال راه باش تلعب دومي دروا راهو في ليسبيرونس بتيتر باش يلعبوك اريير وراهو تجم تضر برشا كاريرك. حيي سي خميس لكن بعد انا وقتها جون وباسيوني بين ليسبيرونس اتوال جمعيه في العاصمه باش نجم نقرا على روحي وقتها راهو دارنا وامي واخواتي البنات فماش فلوس تو فماش انت تلعب في الكوره سي فري تو في دو لارجون اون ريغولون اما مش لارجون اللي باش يضمن لك مستقبلك واللي خلينا نكونوا دونك القرايه سا باسي افون تو. صحيح كنت بارز في لي جون. اي الحمد لله سير كلاسي ديما معناتها علاج عمري حتى في ليكيب ناسيونال مثلا ليكيب ناسيونال مشيت ستاج مع ال 84 وانا 85. كيفاش طلعت للسينيور؟ والله اول مره كيفاش؟ انا اون فيت سا سي فيت انشيني لعبت كدي ا بون نحيي ساعه لي زونترينور دي جون الكل انا والله ورقه باش ما في لي زونترينور فورماتور اللي ترينت عندهم سي حمادي الجواني زهير ستا احمد دعون علي العمري الله يرحمه شكري البجاوي مراد الغربي حسني زواوي خميس العبيدي عبد الجبار مشوش نجم الدين اميه وان شاء الله ما نسيت حتى حد سي رضا المعاتي محمد بن مسعود هذوما الكلهم اللي ساهموا في والعربي الزوي كمدير فني. تتفكر نهار الاول ليك في السنيور؟ اي طلعت اون فيت طلعت صغير صغير انا معناتها ميم با 17 ans 2001 2002 كادي ا لعبت عيط لي مراد الغربي من كادي ا نقز بيا للجونيور انا مع شكري بجاوي كادي ا نقز بيا للجونيور مراد الغربي جونيور تفرج فيا حسني زواوي اسبوار نقز بيا للاسبوار جي علي الفرقاني يتفرج كل ماتش نماركي عملت 2 ولا 3 ماتش ونلعب قلت لك دومي دومي كولوار علي الفرقاني قال لهم هاتوه طلعت للسينيور جوست منعنا اخر ماتش في السيزون نلعبوا مع جرجيس في المنزة وقتها خاطر التيران 15 اكتوبر في الريباراسيون لعبت عطاني يمكن 30 مينوت وراهو نقول لك حاجه بصراحه ملي في لي جون في الكرواسونس تاعي خاطر عملت ليزيكيب ناسيونال ليزيكيب ناسيونال كاتيجوري الكل معناتها ليكيب ناسيونال لي كاتيجوري الكل من المينيم للكادي للجونيور للاولمبيك للسينيور وكنت ديما سور كلاسي الحمد لله عارف روحي اللي باذن السميع العليم باش توصل باش نوصل وباش نلعب في اعلى نيفو وبوتيتر كنت نطمح باش نلعب في نيفو اعلى برشا. قد عملت من سيزون في السينيور في سي ابي؟ 3 4 سيزون من الاول خاطر طلعت صغير برشا القرايه سورتو سيزيام وباك ما تحضرش في لونترينمون اون سيونس ولا دو حتى كان تعوضهم وحدك ما تنجمش تلعب نهار لحد بحكم نعرف شي كان وقتها الفرقاني ان بو دور وكان فما شكون اللي في الجروب ما يحبش يلعب سيتو ستوبر يحب يلعب اكسونتري دروا شكونو؟ كيتو ما غير ما نسميه مازالش غير ما نسميه ما اغزر انا راني لهنا
بيس اند لوف. لا لا متفاهمين متفاهمين. يا اخي واحد ما يحبش يلعب في البوست باش يبدل البوست. جاي يضيف كلاني. خلينا نتفكر شكون جا من السي ابي يضيف. تي لا ما فيها شيء قول لي. اسيلو ما علينا. ما فما عباد كي تطلع سينيور يعاونوك. خص بالذكر بشير مشرقي فتحي المشرقي عربي جابر الجاوي. لا لا شابو للسي ابي عربي جابر جا عمل العام تو تو. حتى في معناتها كي مشيت لاسبيرونس في اخر عام الدوبلي طلع عربي اصغر منك اي في اخر عام الكوب ليه فرد عمر فرد عمر ولعب معايا كيبنا وي انا راني 17 نلعب سينيور في سيابي في الجينيراسيون تاعي تاع ليكيب ناسيونال الكل لو برومي افوار جوي قبل كريم تويتي في جمعيتي ديجا في سيابي لو برومي افوار جوي في السينيور واللي عمل لي ترونسفير في 19 اون راهو ريكرو من ليسبيرونس او بو دو 2 3 سيزون 21 اون راني ريكرو من ليتوال 22 ما عملتهمش هزز دوبلي هزز دوبلي وهزز كوب وهزز كوب دلا ليغ الجمعيتي الحمد لله راهو وين ما مشيت تيترويت سهيل بديت تجبد في الانظار وصلت برشا دي زوفا وقت بديت مع السينيور في السي بي شكون كلمك وقت؟ كلموني ساعة والأول جمعية سي سي بعد كلمتني جازن تيب سبور اترافير خالد المانجير اللي خرج علي زيتوني البر جاب حذينا حتى للدار ودونك كانت لوفر متاع تركيا أحسن لوفر بينما وقتها خليني نقول لك رضينا الوالدي يعني أمي تغزر لي وقتها عندي ثلاث خوات بنات ربي يفضلهم لي الكل حيهم كل إيميل أختي سناء وحنان نحبهم برشا بابا وامي زادا سي لامور دو ما في الدم العقل الروح هذا معروف علاش اختارت ليسبيرونس خاطر امي قالت لي مازلت صغير وعندك اون بلوس مارش دو بروغريسيون تجي ما خير من تركيا احنا ديما امبيشي كي تعرف التالون تاع ولدك ولا نتاع فهمني ولا انا بيدي زيتي سور لا ميم لونغور دوند يعني نقول نجم نلعب ليغون فاسيلمون نجم نلعب كيرا نيفو كيرا كي نتذكر بالماري راهو 2002 في اليابان عملنا تورنوا كملنا فيها فيناليست ايكيب ناسيونال جونيور ام قالت لك ابقى في تونس قالت لي كم في شوف بلاصه في العاصمه باش تكمل قرايتك في لينيبس دونك سي فري كو ريان كومباري لوفر تاع ليسبيرونس تترجع على القرايه معناها بخلاف اللي على القرايه زاد شكون وقتها يلعب في ليسبيرونس اغزر خلينا تو انا نقول لك حاجه ليسبيرونس الجمعيه الوحيده في تونس اللي ولادها ولا خليني نقول يعني صعيب ياسر باش تلعب في ليسبيرونس هذيك بين زيدك حاجه اخرى اللي يعيش ولد ليسبيرونس اليوم في الاحتراف ريتش واحد من ولاد ليسبيرونس مشى ليكيب كونكورونت في الاحتراف تو جامي دو لافي من الجمعيات الاخرين من الكلوب ولا من ليتوال ولا من السي اس اس يمشيوا حتى ابناء النادي معناتها باش نفهموا خلينا نحطوا نسميوا نحطوا الامور في اطار للترجي لانه اداريا تنظيميا من ناحيه الجمهور من كون لو فيو با اليوم معناتها خلينا نقولوا على اعلى مستوى ليسبيرونس كي نصنفها نحط بون فكرت اسم الدراجي خرج من ليسبيرونس مشى للكلوب شكون؟ اسامه دراج كا بارتيكولي وحب بعد يرجع مي معناتها خليني نقول لك باركورو في ليسبيرونس دو لوان برشا باهي شكون كلمك ما ترجي سهيل؟ والله وقتها هي الحكايه طويله ما في بالهم بالكونتاكت تاع تركيا وفي بال انا وقتها زياد المساني حقيقي كان هو البريزيدون سيكسيون فوت وعزيز زهير بريزيدون عزيز زهير كلم لي وقتها امير جزيري امير معناتها وقتها يعني من بنزرت وخونا ومالك خوه يعني في ماك تعرف مالك نوتر شامبيون وكل شيء عزيز زهير كلم امير قال له شد لي سهيل يعني خاطر اون ايتي بخي واحد وزياد المساني كلمني اونتر اوتر وقتها كنا نلعبوا في البول اللي دخلونا فيها تاع الكوب دو لا ليغ ليكيب ناسيونال اولمبيك وقلت لك نلعب ريجيسور دومي دو كولوار وقتها لونس يتبعوا فيها برشا كلمة بالله سامحني سهيل امبارح كنت نادي حملم في التحق بالرابطة الأولى التحق الحمد لله تحب الهمهمة نحب الهمهمة وحي أصحابي كل في
في حمل فو ما يقولوا حيهم الكل فرد فرد الف مبروك. التحق بامل حمام سوسه فرد الاولى بعد الفوز على امل جربه 2 بلاش ان شاء الله الف مبروك الهمام وكل احباء الهمام. ونخص بالذكر عندي نخص بالذكر نور الدين بوسنينه اخويا ولده وسام ديوا نور الدين ديوا برشا صحابي في حمل في انور صاحبي زاد في كيامات سويسرا اللي عديناهم. سؤالي اللي نعرف وينك ندمت على اللوفر نتاع كازين تيب حتى رياض بوزيزي ظهر لي كان يلعب غادي وقتها لامك شويه كيفاش مش لامك عاد باهت يمكن زياد جزيري في التورنوا في مصر جوست من بعد قابلنا في التورنوا في مصر اللي عملت فيها اخي بميموار فيها في حياتي اللي عملت فيها اول ليزيون في الاسبيرونس مسكولير اللي قعدت بها 9 شهور ابروبو وكان مش الترجي الرياضي التونسي بعثني رودينو في فرنسا وكان بالتوافق مع الدكتور ياسين بن احمد نشكره برشا 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 من كل قلبي باش تفهم شنو معناتها كيفاش كولابوراسيون تصير تنجم تاخذ افي برا وتنجم راهو ان سيرتان تون سي شلبي بالكاهي الدكتور الله يرحمه الله يرحمه سي شلبي بالكاهي قامه كبيره في الطب في تونس ان سيرتان تون وقتها بابا قال له راهو قال تقاب مع بابا قال له ولدك صعيب برشا باش يرجع يلعب كره القدم هاي تو حفره في ساكن في الاسكيو مشيت لرودينو في فرنسا في الفيكتوري في بلاس فيكتوري جو سيزيام ارونديسمون وقتها مشى معايا زياد تلمساني وامير جزيري وقاموا بالواجب وبود لا دوزيام ليزيون رودينو سي البروفيسور ندمت على نكمل سي البروفيسور اللي عمل العمليه نتاع رونالدو الفينومين معناتها شوف وين وصلوني ويرحم والديهم باش رجعت باش عملت كارير اي جاوبني ندمت ولا ايه؟ علاش؟ انت قلت قبل قلت ندمت ما مشيتش لا اغزر قلت لكش ندمت قلت لك كان بوتيتر يجم يكون شوى هذا خير اما باش نقول لك حاجه انا جامي دلا في ندمت ولا باش نندم على حاجه خاطر اللي عملته ولا اللي وصلت له ماهوش شويه ماهوش اكسل مش باش نقول انا معناتها باش نحط روح اما باش تلعب في الجمعيات هذوما وباش تكمل قرايتك وباش تواظب وتلعب في النيفو العالي هذا في تونس في العمر هذاك ولا اونكادرمون لا بريباراتور مونتال لا معناتها باش نقول لك اللي ماناجير كان وقتها يصحح لك كونتراتوك ويسيبك ما فما حتى شيء مسويفي الحمد لله رب العالمين يا راهو اليوم جراس الكوره الكوره هذيك المدوره والتربيه والاخلاق حاجه الحمد لله باش تونس سهيل هل صحيح انه اوفر ليتوال كان خير وقتها؟ في الاي ليبوك هذيك الاوفر ليتوال بريسك دوبل اللي باش نخدم الاسبيرونس وكمان فضلت الاسبيرونس اي على حكايه كي امك كيف كيف القرايه في تونس حاجه هكا اغزر ترى ما والا حبيت تلعب في الاسبيرونس راهو الاسبيرونس كلموني قبل ليتوال اغزر خلينا ورا كازن تيم صفاقس من الاول ديريكتومون كاتيجوريك ورا الماتش قلت له صلاح الدين صحاف قلت له ما نحبش نجي لصفاقس هكايا مش خاطر سي سي ان تري غران كلوب اي واحد يطمح اما بعيد على بنزرت ونحب روحي رولي بالعائله قريب شويه معناتها راهو الشوا لي شوا اللي عملتهم كانوا ديما اكثر حاجه الفاكتور ديتيرمينون فيهم هما لا فامي بخلاف عائلتي ما عملت حتى شوا باش حتى كي رجعت من بولونيا 2012 خيرت نرجع لهنا ما نمشيش لونس في فرنسا حتى حمدي كسراوي في بال وقتها وطلبني قال لي راهو كيفاش ولونس ومن بولونيا تجي طلبوك لونس اي خاطر ملي في ليسبيرونس قلت لك طلبوني وكلفوا زياد تلمساني وقتها قالوا له تبع لنا الملاعب هذايا التالون هذايا بعد لا بريفوني اللي كي عديت العام مضروب اخر العام مشي عصام جمعه للنادي لونس فينال جرجيس كنت موجود فيه سو هاي لا في الجرادان هذيك من الفينالات شنو صار وقتها دخلت ولا بحيل الماتش ولا شنو والله هو قبل بليله دهن القوس دهن القوس في باب سويقه وجابوا الكار هكا مش هكاك زاد ما نعرفش جور سون وزاد كي تلعب كونتر ما استنيناش لوبوزيسيون هذيك الى موتيفاسيون هذيك خاطر تلعب مع ايكيب اللي بوتيت تلعب في اول ولا ثاني فينال تاعها ولا يعني لوبوزيسيون باش تكون اقوى برشا دونك فوالا جمهور السيابي ما قبلش تحولك للترجي اي بطبيعه تفكر في ماتش سبوك برشا جمهور السيابي في بنزرت كلهم ما قبلوا حتى تحول السيابي لكن مشيت لاسبيرونس لا من ليسبيرونس كي رجعت للسيابي في المنزة أربعة لا من السيابي كي مشيت ليتوال هنا راهو نوضح حاجة راهو كي مشيت ليتوال بعد ما رجعت للسيابي راهو مشيت ليتوال أوفر أقل فلوس من ليسبيرونس أما راني اخترت باج بلونش ليسبيرونس خاطر شنو اللي جو روتيان معناتها كنت صغير أنا
ما لعبتش برا، لعبت عام دوبلي والعاملين بعده شويه من بعد كيس شويه المشاكل هاو من ديكلاراسيون من كذا اللي توال مشيت على خليني في طنجي اللي توال في السيابيش. شنو صار مع الجمهور وقتها في الماتش هذاك؟ عمل جيست مش باهي حاجه هكا في ماتش في المنزل اي عمل جيست علاش كي تولي او سهيل ما غير نكمل وي ولا شنو بالغنين نولي نعمل مش جيست كان لازم نطلع لهم خاطر نورمالمون نقدروا ولاد جمعيه في تربينا في سيابي انستيتيوشن كبيره برشا وتربيك اخلاقيا واجتماعيا فوق ما تتصور لي فورماتور لي زيدوكاتور اللي تعدينا عندهم اسامي ترعب حياتي كل في لي جون انا العربي زوي ديريكتور تكنيك حتى من الكرني نتاع القرايه يجيبوه يشوفوه يعني كي تربينا غادي الجمهور ان سيرتان تون اليوم بين الاحتراف وبين المعقوليه فما كلام راهو يوجع فما كلام ما يجيش انا كي مشيت لسبيرونس في الوقت هذاك خليت في كاسه سيابي 280 مليون قبل بعامين حاتم طرابلسي مشى لاجاكس ب 400 ولا 500 مليون وجوز كمبيالات رجعوا له وتنازلت من حقي الشخصي من 36 ألف دينار في الوقت هذاك راني مشيت لسبيرونس خذيت مليون و200 شهريه ما خذيتش مليارات للنادي الرياضي البنزرتي باهي مكملين الحوار معاك سهيل الفدوه تبكي في الأخير.